السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت فوق لازم تعرفوها. معايا النهاردة أخبار مهمة جدا، أنت عارف إن هم وصلوا إن هم يشعلوا نار في الفضاء؟ والنار ده من التجارب كان عليه بحث مكثف لفترة طويلة قوي، وأخيرا الحمد لله نجحنا في ده. المقالة دي نازلة على موقع سبيس، بيقول قائد تجارب الحرائق دي إن هو كان بيفكر إن هو يعمل حاجة زي كده بالظبط على مركبة هبوط روبوت على سطح القمر التابع لبرنامج أرتمس، واللي بتهدف لإنزال البشر على سطح القمر. بس الفكرة دي لسه في مرحلة الاقتراح، لكن الباحثين بيأملوا إن هم يدرسوا السلامة من الحرائق على مركبة القمر. ولازم تعرف ان النوع ده من التجارب اللي هيتعمل في المركبه اوريون او في المحطه القمريه اكيد مش هتقعد فتره طويله قوي. على فكره المحطه القمريه دي محطه هتعملها وكاله ناسا على سطح القمر. حاليا وكاله ناسا بتستخدم مركبه اسمها سيجنس، والمركبه دي معموله مخصوص علشان اختبارات الحرائق دي. والمركبه دي المفروض ان هي هتقعد في محطه الفضاء الدوليه 90 يوم علشان الحرائق بس، علشان تجارب النار بس. المقال اللي بعد كده بتكشف عن اكتشاف غريب قوي. في نجم عملاق احمر عمل سديم كوكبي ثنائي بس نادر قوي. الملاحظه اللي عملها مرصد الجوزاء الدولي بتكشف لنا عن ايه؟ سحابه من غزو الغبار طلعت من عملاق احمر وعمل سديم كوكبي مزدوج بيقع على بعد 1200 سنه ضوئيه من كوكب كارينا، وممكن كمان يكون بيحتوي على بقايا نجم كان مع العملاق الاحمر لحد ما انفصل عنه من فتره طويله قوي. السديم ده تم تسميته رسميا IC 2220، والنجم العملاق الاحمر اللي موجود جوه السديم ده HR 3126، عمره حوالي 50 مليون سنه، يعني اقل من الشمس بكتير. الشمس عمرها 4.6 مليار سنه، بس وصل ان هو يبقى عملاق احمر اسرع بكتير من الشمس بتاعتنا. انا عايز اقول لك ان كتلته 5 أضعاف كتله الشمس. ولازم تعرف كمان ان السديم ده ملوش اي علاقه بالكواكب، وبتتشكل السحابه الضخمه قوي دي من الغزو الغبار لما النجوم اللي كتلتها متوسطه والنجوم اللي كتلتها متوسطه دي اقل بحاجات بسيطه من الشمس تستنزف كل الهيدروجين اللي موجود في قلبها. لازم تعرف ان علشان الهيدروجين هو وقود الاندماج النووي، فهو ده اللي بيعمل العمليه اللي بتصنع الهيليوم وتوقف الطاقه اللي بتوفر الخارج علشان تدعم النجم ضد القوه الداخليه اللي هي الجاذبيه، وده بيعمل انهيار في لب النجم. لكن طبعا عملية الاندماج النووي لسه بتحصل في الطبقات الخارجية، فالطبقات دي بتتفعل في الاتجاه المعاكس وهو ده اللي بيخلي النجم يتمدد. ده المقالة بتقول ان هو ممكن يوصل ل 400 ضعف حجمه الاصلي. واخيرا العلماء اكتشفوا نجم نيوتروني المجال المغناطيسي بتاعه قوي جدا وبيتنفس طاقة كده ابطأ من اي نجم تم قصده قبل كده، والنوع ده من النجوم النيوترونية اسمه النجم المغناطيسي. واللي بيخلي النوع ده من النجوم مش عادي هو ان النجوم النيوترونية عادة بتطلق طاقة على فترات ما بين ثواني لدقائق، لكن النجم ده ليه جدول زمني بيطلع موجات راديو على فترات مدتها 22 دقيقة، والنجم ده بيقع على بعد 15000 سنة ضوئية من كوكب الأرض، وليه أطول فترة مغناطيسية تم قصدها على الإطلاق. هو زي كل النجوم النيوترونية، لما النجوم الضخمة بتوصل لنهاية حياتها بتخلص الوقود بتاعها اللازم للاندماج النووي، ما عادتش تقدر توازن ضد القوة الداخلية لجاذبيتها، وبعدها بينهار اللب بتاعها وبتتساقط الطبقات الخارجية. بس التساقط ده بيبقى عبارة عن انفجارات هائلة اللي هي السوبر نوفا، وده اللي بيحطم قلب النجم، وبتطلع بعد كده بقايا نجمية مع مادة كثيفة قوي، وده بيقلل القطر ويزود معدل دوران النجم حديث الولادة. عايز اقولك ان ده بيؤدي لسرعة دوران بتوصل ل 700 مرة في الثانية. كل ده بقى ملفوف في اقوى المجالات المغناطيسية في الكون، اقوى 10 تريليون مرة من الغلاف المغناطيسي بتاع كوكب الارض. بس لما النجوم النيوترونية بتتقدم في العمر بتفقد الزخم الزاوي بتاعها وبتتباطأ وبيضعف المجال المغناطيسي بتاعها، فده معناه ان النجوم المغناطيسية لما بتتقدم في العمر فالمجالات المغناطيسية بتاعتها بتبقى ضعيفة لدرجة ان هي ما تقدرش تخلق انبعاثات عالية الطاقة. والنجم اللي بنتكلم عنه النهاردة هو نجم مغناطيسي قديم، علشان كده بيحتوي على مجال مغناطيسي اضعف ان هي تنتج موجات راديو. بس المشكلة ان هو لسه حي، وده يعتبر تحدي بالنسبة للعلماء، وده لان دي فئة جديدة تماما من بقايا النجوم. النجم ده بيتحدى الموت، وعلى فكرة ده تاني نجم مغناطيسي بطيء اكتشف العلماء. مشكلة ان الباحثين اللي ورا الاكتشاف ده لما بيجوا يبصوا في النتائج ما بيفهموش حاجة. عايز اقول لك ان هم وصفوه بان هو جسم عابر وغامض بيظهر ويختفي وبيطلع حزم قوية من الطاقة. لحد ناقص حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.